طب اسألي فرح، أنا طول عمري نفسي أقرب منك. اشمعنى؟ علشان لما ده يحصل احنا هنبقى قريبين، احنا هنبقى كده انتيم انا وانتي. قولي لي ليه؟ ليه بقى؟ اولا عشان انا وانتي من سن بعض، تاني حاجه عشان فرق الثقافات بينا مش كبير، مش انتي متعلمه بره، انا قريتها على صفحتك. صفحتي؟ ايوه على الفيس. ايوه وانتي بقى متعلمه فين؟ جوه. لا بس الحصيله واحده. ما احنا الاتنين اختي خدنا على قفانا. انتي خدتي على قفاكي من الراجل اللي لعب بيكي وخلاكي تخربي بيتك، وانا بقى طارق الله يسامحه مضاني على الملايين بتاعت جوزي. جوزك ازاي بقى؟ دي حكايه طويله قوي، ده انا عندي حكاوي يقشعر لها الابدان. ده انا شفت كتير قوي في حياتي، هبحكي لك كل حاجه. مش بقول لك هنبقى انتيم كده اهو. بس يعني هو انا وطارق خلاص الموضوع بينا انتهى، طارق ده اتمسح من حياتي باستيكه، لكن انتي وادهم ممكن ترجعوا. انا هرجعك ليه، ما بقاش صدفه لما ده حصل. واسالي فرح، فرح عارفاني لما بحط حاجه في دماغي لازم تحصل. طبعا بتجيب من الاخر. انا عارفه ان انتي لسه بتحبي، متقلقيش. نتيجه الدي ان ايه؟ صدفة. أهو أهو يا حضرة الضابط، المجرم القاتل أهو. الراجل بتاعك اتقبض عليه واعترف إنك أنت اللي قتلت معتز. معتز؟ ودلهم على مكان الجثة. يا شيخة اتقي ربنا بقى وبلاش ظلم، هو فيه إيه؟ لا يا فندم ما تصدقش، بابا عمره ما يعمل كده. اتفضل معانا لو سمحت من غير شوشرة. اتفضل هاتوه. صدفة، خلي بالك من اخواتك. هاتوه. اوعى ايدك لو سمحت، انا جاي معاك. اتفضل يا بيه. Ha ha ha!